هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صح فطوركم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم حاولنا نكون قريبين من الايادي الليبيه، اليوم مهنه جديده وحرفه جديده اللي هي بيع الخضره. نحن عارفين ان الليبيين يبيعوش في الخضره، هذه مش كارهم، لكن توا يحب كار الليبيين ان الشغل مش عيب وحابين ياكلوا لقمتهم بعرق جبينهم. اليوم حكونوا مع اخوه ليبيين عائله جملي اللي هم ما شاء الله متكفلين بهالمحل، في اللي يجيب الخضرة وفي اللي يبيع وفي اللي يعطي الزبائن في الأسعار والآخر يحاسب. شغل متكامل، عائلة واحدة منسقين مع بعضهم، إن شعارهم الشغل مش عيب. اليوم حكونوا معاهم، حكون أنا معاهم اليوم عامل داخل المحل. سالم، مرحبا بك عبر البرنامج الشغل مش عيب. اليوم نحن طبعا انت بائع خضروات، تمام. احكي لنا كم لك في 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 الكار هذا، في المجال هذا؟ والله المجال هذا ذي في بالي من قريب، ديما في 2006. 2006 2006 بنفس المحل هذا ولا غيرت؟ اول ما بديت بديت طريق المطار اللي بعد خير زمان، عرفت ما في السفاره السودانيه تخدم مع الشيء، بعدين خذيت من المانع بعدين خلاص. يعني انت المهنة هذه خذيتها صنعة والدك؟ صنعة والدي. بعدين خذيتها انت؟ بعدين ورثتها مني انا قاعد حاليا، عرفت. تمام. وكم لك هنا في المحل هذا؟ والله هي توقع حوالي قريب ديما 5 سنوات. 5 سنوات؟ بروحك ولا معك حد في المحل؟ لا انا واخوتي. يعني انت واخوتك انتوا اللي فاتحينها تشرفوا عليه انتوا بروحك؟ احنا اخوتي يعني. كل واحد فينا ماسك في المجال، عرفت، واحد ماسك السوق، واحد ماسك مبيعات، واحد ماسك مشتريات، كل واحد ماسك ما يعني انتم مقسمين المهام بيناتكم. واحد ماسك اللي يمشي اللي يشرف البضاعه، واحد مختص. واحد هنا في السوق، واحد عليه كسات، واحد عليه العرض، كل واحد ماسك مجال فينا، عرفت. باش نجيو اسعاركم سالم. والله اسعار شو بقول لك، لله الحمد. نحن برنامجنا يدعم في الشباب اللي فيه، انا في كل حرفه او في كل صنعه نحن نحاولوا نسلطوا الضوء ان حتى صنعتكم هذه قليل ما فيش ليبيين فيها يشتغلوا فيها. فعلا بالنسبه لي انا في الاسعار شو بقول لك، ما نشكلكش روحي، عرفت، لكن المواطن هو اللي يشكر، فهمت كيف؟ نحن حتى شفنا فيك حاجه حلوه، واخدين ستايل بتاعي برا. الزبون ديما يحب لما يجي مكان يتريح فيه نفسيا. لما جيت وانا شفتكم، لما واحد يجي يشري منكم توصلوا له البضاعه نتاعها عند السياره، ما تخليش هو يشيل فعلا ويتعب، فحتى هي بروح هذه حتى هي شطاره يعني. هي بروح هي راح نفسيا قبل كل شيء، ما في تبيع وتشتري معاك هنا عشان كانك تشحت فيه.
فهمت كيف؟ يعني عند روحك انت في مكان الشخص هذا تعال تشتري مثلا في حاجه، فهمت كيف؟ الزبون يبي واحد يضحك ويلعب، ما يبيش واحد في الكاش شويه كذا، فهمت كيف؟ مني اول شيء كان مثلا بتعقدت انت خلاص بتعقد بروح حتى مع الزبون مع اي واحد حتى مع هذاك في الحوش، عرفت؟ طبعا انت تقعد بشوش، عرفت؟ سالم طبعا في 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 التعامل يقول لك مع الليبيين صعب في البيع والشراء، خصوصا هم اللي يقولوا فيها الاجانب. تمام يا بني، انت تو ليبي تتعامل مع ليبي، كيف تشوف التعامل معك؟ والله في اللي يجيك زعلان، يجيك يدوي، في تمر في جميع الحالات، ما تمشي كل واحد بجوه، اني كان كل واحد بيصدق بلا ما تقومش علي حالك، عرفت؟ فاذا ضروري تضحك انت زيد ناقص، عرفت؟ ضل نموت مشي، ان في الله غلب عليه، عرفت؟ انت باي تغلب في غيرك ما يخدمش. شنو تو نصيحتك للشباب اللي ممكن يتحشموا وانهم يشتغلوا اشغال يعني كيف بيع الخضره تو؟ يعني نحن فخورين بيك. اي نعم، بارك الله فيك. فهمت؟ فخورين بكل الليبيين اللي يشتغلوا. بارك فيك. لكن في اللي ما زال يقول لك لا ما نشتغلهاش الشغله هذه، انا اليوم حنعيش معك هم الشغل. تمام. وهو طبعا نحن شغل موجود، لكن شنو تقول للشباب اللي يقول لك لا لا يتكربوا عليها الشغل؟ لا لا لا، جزاه محمد صلى الله عليه وسلم. الخدمه مش عيب. عرفت؟ العيب اني انا قاعد في الحوش، العيب اني انا ما نعرفش كيف نخدم لحالي، عيب جزاه محمد صلى الله. يعني في حاجات واجده، لكن خدمه قبل كل شيء ما مش عيب. المصير يقول لك العيب في الجيب، عرفت؟ ايوه عشان. سيادتك وين يا باتي؟ لا يا بتعرف شو هي بس هاي كريستال. طبعا ميزة حتى المحل اجملي لما تجي تاخذ منه بضاعة في يوصلوها لك إلى عند الحوش، يعني أنا مش هذا مشهد تمثيلي، هذه حقيقة، يعني لما تجي أنت تشري منه يوصلوا لك الدباش متاعك لعند السيارة. يحبوا انهم يكونوا شنو قريبين ديما من الزباين، وديما راحة الزبون هي هدفهم. كل عام وانتم بخير. سلام. وانت طيب. سلام طيب. سلام طيب. طبعا نحن انتم كيف ما عارفين الليبيين شفتوا هذا، بس اننا نحن وصلنا لها لعند المحل فرح بيها.
يا ابو جيل ارحب بيك على البرنامج الشهر شعيب. كل عام طيب ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا اكيد انت مستغرب في محل خضرة يخدموا في ليبيا. جابك هيك حاجة استغراب ان الليبيين يشتغلوا في محل خضرة؟ لا بالعكس. لا والله الليبيين صراحة الشباب ما شاء الله تبارك الله يخدموا كل المحلات يعني هذه ملاحظها يعني صراحة. يعني اصبح تو الليبيين يشتغلوا في اي حاجه يخدموا كل جميع المجالات يعني حتى خاطر كثير خضره مثلا حلت ملابس بس نحن مش واخدين عليهم الليبيين يخدموا في خضره قبل لا قبل حاجه جديده ما شاء الله ما شاء الله والله ما شاء الله تبارك الله الصراحه هذه تعطي امل ان الليبيين ما شاء الله قاعدين يخدموا الليبيين كلهم يخدموا مع بعضهم صراحه يتوحدوا مع بعضهم صراحه يعني هذه حاجه تفرح صراحه اخوي ابو جيل طبعا نحن في كل حلقه يكون عندنا رسائل نصح للشباب اللي ما زالوا معتمدين على غيرها شنو تقول لهم كيف؟ والله نصحهم ان الشباب ما يعبوش على غيرهم صراحه انهم يخدموا على حالهم ويشوفوا ارواحهم صراحه انه ما كلش واحد يعب على واحد انه يخدم عليه ويصرف عليه الواحد المفروض يخدم على روحه ويساعد روحه مش من الكيت مع الاب ولا على الام ولا المفروض الواحد يساعد نفسه لنفسه حتى يلقى روحه يلقى روحه بعدين ويكون نفسه بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا جزيلا عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله الله يسلمك بارك الله فيك أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين معاكم مع نادر الحرابي وأحمد نعمي تعلم هذين الإضافات في رمضان بس ولا في الأيام العادية؟ إضافات شنو؟ يعني كيف زيت الزيتون الحمص اللبن لا, لا 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 في الفطر عندك باستمرار موجود كل زيت هذا زيت مسالات اللي هي حوالي قريب ديما زي 3 سنوات 3 سنوات باستمرار عالق معاه فهمت كيف يعني واخد صيت الله مبارك عرفت بس سالم تعال خذ بينا جوله طبعا اليوم اخويا سالم حيورينا الاسعار انا اسالوكم نوروكم الاسعار عند كل نوع خضره بكم سالم تعال نمشي نبدأ من غادي سلومة تمام عندك كل هذا الليمون عرفت الليمون على 5 جنيه تمام ما شاء الله حتى سعرات يعني انتبهت من اي دخل اقل اللي هي هذه على 2 كيلو يقول لك درجه اولى درجه ثانيه ايوه فرز ما عم تصير وعندك الليمون في الحاره 5 جنيه كيلو في نوع واحد اخر يجيك اقل هذه يعني 3 جنيه هي تختلف درجة أولى ودرجة ثانية كيف عندك الباذنجان تو صار تاخذ 3 جنيه 3 جنيه في هذا نوعيته 2.5 يعني أنت عندك كل حاجة منها الدرجة الأولى ودرجة ثانية يعني في اللي جيه يشرب 1.5 وفي اللي ياخذ نفس النوع الخضرة ب 3 جنيه تمام يعني كيف يبي حاجة على قده ياخذ يبي حاجة درجة تمام زيادة حاجة بسيطة تمام في عندك فلفل حشو فلفل حشو المحشي هذا من أكيد البكرة أيوه الحاجة الوحيدة هناك في المحشي فلفل كم دايرين 5 جنيه 3 جنيه ما شاء الله فاهم كيف تحب المحشي يا بيدي؟ قال له ما يحبش المحشي تمام الخيار كوسة ياد سعرها كم 3 جنيه عرفته ها؟ كوسة هذه 3 جنيه في هذه ب1.5 عرفت؟ نو الخيار هو الأسعار 3 و1.5 مش بعدين ما تقولوش جماعة الخضرة غاليين لا ويغيروا كلمونا ايوه السلاطة السلاطة يا 3.5 1.5 عندك الزهرة 2.5 عندك اللفة 2.5 ما شاء الله تو خلينا نمشوا هذه الخضرة الطماطم الحاجات اللي البصل البطاطا الحاجات اللي ديما الليبيين ما يستغنوش عنها تمام المائدة نتاعها الطماطم 4 ب10 4 كيلو ب10 4 كيلو طماطم ب10 عندك البطاطا هذه 4 ب10 بطاطا 4 ب10 4 ب10 اسلوبها نعم في 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 نوع من الناس والله بامانه يعني شو في محل الخضره يبحثوا فيه بس تبقى تدفع ما يقدروش يشروها شو جو اسعارها كيف شنو يعني مثلا الموز هي طبعا ما نقدرش نقول لك نحكمك لان هذين ديما مواسم كل نوع فاكهه بيطلع في موسم لا وقبل كل شيء يعني السعر كل يوم بحال فهمت كيف يحكم فيك السوق يعني فاكهه توجيك المواطن يعني مثلا خذ منك مثلا شو بقول لك خذيت منك انا موز أيوة. 4 كيلو ب10 جيت ثاني يوم لقاك تقول لي كيلو ب4 جنيه يعني كاين 3 ب10 فجاه ثاني يوم 5 جنيه برتقال نفس القصه كاين 3 كيلو ب10 ثاني يوم 5 جنيه كيلو حتى انت مال المواطن بحث فيك حسابك انك انت راجع بعد الفتره اللي فاتت هيك شفنا احنا اجراءات بتاع الحرس البلدي
مش تضبط التسعيره انضبطت شويه حتى متاجر من فوق؟ والله انضبطت من فوق وفي ناس وقفت في ناس خدمت عرفت اني ادي ارفعني اني انا ما نحضرش فيك السوق تحس انك دبس عليك عرفت بس عارف هيك تقريبيا الموز على كم؟ الموز اليوم 5 جنيه الله يعلم مرات بكره تلقاه بسته ومرات تلقاه بجنيهين اني السوق فهمت كيف يعني كل مره بحال هي عرض وطلب فهمت كيف يعني مرات نبيع لك تو اليوم 5 جنيه مرات بكره نجيب عليك ثلاثه ولا ومره يجي واحد يقول لك لا ذاك عندي اللقاء امس ب 5 جنيه بكره يقول لك 7 جنيه يقول لك لا قدام الناس كان دير اقل بتعدي الناس لا لا نحن والله شوف هو تسعيره غير نحن بس مش الناس تعرف نحن مش موضوعنا تسعيره هي ما هي هذه ما هي برنامجنا يركز على على الشغل تمام تمام نحن ننصح الناس الشباب أيه. انهم يشتغلوا شغل مش عيب اي كان يكن انك أيه. تشتغل اهم حاجه تكون انت راضي عن نفسك واكل لقمتك بالحلال الحمد لله نحن مركزين على هذا نحن نصيحه شرابه بشهر رمضان مبارك حابين يكون برنامجنا اكثر شيء توعوي وثاني شيء يشجع الشباب ونشجعوا الايادي الليبيه لا الخدمه انا صح بالنسبه لي انا الخدمه مش عيب فهمت كيف الحياه بلا تعبره ملاش اي طعم ملاش طعمها صح بعد كسر الحوش عرفت تبحث في جبهات تفتح جبهات لا قريب يعني ما مسكنا من 5-6 سنوات فاتنا فهمت كيف؟ تلقى روحك تخمم فيه وتفكر فيه عرفت؟ لكن بعد تتعب حتى في اهلك تخش يحبوك عرفت؟ فهمت كيف؟ تحس روحك انك انت عشان غايب لك فتره ورديت على لا حتى يعني تحس روحك انك بعد ما تروح جيب حاجه الحوش تحس روحك فخور انك انت جاي فعلا. والله شعور سمح راه والله نحن يعني نحكي عن الشباب اللي حتى جينا نحن ما في حاجه ما اشتغلنا فيها بالعكس لما حتى تروح حوشك او الاسرتك جايب لهم حاجه تحس بطعمتها انك انت تعب باش وفرت الشيء هذا لهم فعلا حاجه ما قلت لك يعني الحاجه ما كنت فيها تعب فيها طعمها لا تعب يعني انت وش بقول لك دوم مرات واحد يعطيك اي حاجه ما لكش تعب فيها ما في حاجه عاديه حاجه عاديه عندك لكن حاجه كنت تعب فيها تحس حتى مكاين مثلا او سياره او اي حاجه كنت مديلة او اي حاجه تافهه مع احترامي لك لها قيمه عندك فهمت كيف انت هذه هي كل حاجه تجيب السهل تعدي بالسهل قال العرب الاول العرب ايوه فهمت كيف؟ وشيابنا شو يقول لك لله محمد رسول الله؟ تتعب تلقى ايوه ان شاء الله ان شاء الله تلقوا ان شاء الله باذن الله ربي يرزقكم يعني بالحلال انت واخوتك وبارك الله فيكم وان شاء الله يا ربي ديما نشوفوكم ملتمين مع بعضكم هي هذه اول شيء حتى هذه ميزه ونعمه لما تكونوا الخوت يد واحده الحمد لله فضل ونعمه من ربي هذا رزقكم وربي يبارككم في الورد شديدة كرام هيك وصلنا لختام حلقتنا اليوم مع أبناء جملي ببيع الخضروات أجواء أكثر من رائعة كانت ما شاء الله عليهم شباب ليبيين قاعدين يشتغلوا وجوهم فوق 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 الريح في الختام تقبلوا تحيات الراعي الرسمي شركة لميس لمواد التنظيف وأيضا تحيات فريق العمل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1 غطاء واحد من غير أي إضافات حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم